إذن المشاهدين، الحديث أكثر حول هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل سواء في الجزائر وحتى فرنسا، حول ربط الاتصال مباشرة بمراسلة تلفزيون النهار بباريس هدى فتوان. مساء الخير هدى. هدى فتوان، هل أنت في الاستماع؟ حديثنا فقط حول الضجة. أهلا بك هدى. إذن هدى، أثار هذا القرار الكثير من الجدل سواء لدى الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وحتى الجزائريين الموجودين حاليا في الجزائر. ما هي يعني آخر المعلومات حول مدى صحة وهذه المعلومة ومدى كيفية تطبيقها؟ هذه المعلومة كما ذكرت هي صحيحة، تم اعتمادها والإعلان عنها من طرف الجهات الرسمية الفرنسية. المعلومة تقول أن ممنوع منعا باتا السفر بباسبور أو جواز سفر قديم، جوازات السفر التي كنا نستعملها غير بيومتري، ابتداء من 26 أوت المقبل. ولكن استثنائيا قررت السلطات الفرنسية أن تعطي استثناء لكل المقيمين على أراضيها ومن متحصلين على جنسية فرنسية كذلك. الأمر نشر في الخطوط الجوية الجزائرية مثلا، و أجونس دو فواياج أو وكالات السفر كذلك نشروا هذا الخبر دون أن يعلموا الأشخاص المعنيين بتفاصيله، بمعنى أن كل الجزائريين أو معظم الجزائريين في عطلة سيذهبون إلى الجزائر وسيعودون بعد تاريخ 26 أوت، مما أثار الخوف أو الفوضى في صفوفهم، وقالوا أن فرنسا ستمنعنا من الدخول. ولكن التفصيل في القرار هو أن لهم كل الحق للعودة للأراضي الفرنسية عفوا، ما دام عندهم بطاقة إقامة رسمية فرنسية أو كارت سيجور، وكذلك الجنسية الفرنسية. فقط لهذا التوضيح، للأسف الشديد لم يكن هناك إعلان بهذه التفاصيل، لذلك كان هناك استفسارات وعدة مشاكل في صفوف الجزائريين. اليوم نحن تنقلنا إلى قنصلية بوبيني وسيكون لنا لقاء مع القنصل لإعطاء تفاصيل أكثر. هدى، هل لاحظتم يعني أن الجالية الجزائرية قامت وبادرت إلى التوجه للمكاتب من أجل الاستفسار؟ أكيد هناك كل وكالات السفر، يعني أغلبهم تلقوا اتصالات عديدة وإيميلات واستفسارات، لأن كل الأشخاص أو معظمهم كما ذكرت لك من الجزائريين يتواجدون بالجزائر ويعودون لفرنسا بعد 26 أوت، منهم من طلب الاستفسار لتغيير التذكرة، منهم من ألو تسمعيني وصلي هدى، نحن في الاستماع. منهم من طلب تغيير التذكرة ومنهم من استفسر، ولكن للأسف الشديد المعلومات نشرت لم تنشر بتفاصيلها. إذا كان هناك إشكال فقط في إيصال المعلومة وفي الاتصال. أكيد يعني فرنسا، نعم القرار موجود بعد 26 أوت ممنوع أن يسافروا من غير باسبور بيومتري، ولكن هذا لا يخص المقيمين في فرنسا أو المتحصلين على الجنسية الفرنسية. واضح هدى فتوان، مراسلتنا بباريس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك هذا، مع السلامة. شكرا لك.